السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت بيدي شوية تولز حلوة جدا في موضوع الذكاء الاصطناعي. يعني ممكن يكون عندك صورة وعايز تحذف جزء منها، فانت مجرد بس تعمل سيلكت الحاجة دي فهو بيبدأ يعمل لها ريموف. اي صورة معينة عايز ان تحسن الجودة بتاعتها بيبدأ ان هو يحسنها لك. برضو في خاصية موضوع ان انت تديله برومت يحوله لك لصورة بالشكل دوت، وممكن يحسن لك الجودة انهانس كواليتي. ممكن برومت يحول لك صورة، يحذف عنصر، يحذف الباك جراوند. الصور القديمة يبدأ ان هو يلونها لك، يقدر يظبط لك اللايت او الاضاءة، يحذف لك الحاجة عشان تحط بقى حاجة مكانها. ففي شوية تولز حلوة لو انت عايز برضو عندك صورة الجودة بتاعتها قليلة يقدر ان هو يكبرها لك من غير ما يأثر على الجودة بتاعت الصورة. فأتمنى يعجبك ان شاء الله.